الله يسلمكم ان شاء الله جميعا. يا سلمان جينا اليوم نعيد. الله يسلمكم ان شاء الله. سلمكم الله. الله يسلمك. كيف الحال؟ طيبين؟ الله يعافيكم. يا هلا يلا حيهم. الله يسلمك. زارتنا البركة. الله يحييك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. مرحبا. سلام عليكم. طيب اخبارك؟ سلام. الله يحييك. زارتنا طيبين. يلا حيهم. يا مرحبا. تفضل. الله يحييك. الله يبارك الله. يا هلا. يا مرحبا يا مرحبا. الله يسلمك. شرف لنا. الله يحييكم. الله يحييكم. الله يسلمكم. السلام عليكم. الله يحييك. تفضل تفضل تفضل. الله يحييكم. تفضل. يا عاصفة حزم الكرامة والرسالة والسنن هيا احرق اذنب. السلام عليكم. ايها الناصر وبعد ابيك يا سلمان جينا اليوم نعيد ونفرح ابشر بعزك يا زعيم المملكة يا بوبان عنا جنود الله بعد الله بغنى الله يحييكم. سلم الله يحييك. تفضل حيهم. الله يحييك. كيف الحال؟ الله يسلمكم. الله يسلمكم. الله يحييكم. الله يحييكم. الله يحييكم. الله يحييكم. يا مرحبا. اركبوا واركبوا. يا هلا وغلا. حياكم الله. السلامة. السلامة وين ورت؟ استلت وامطرت. تو منورت القرية والله. يا هلا وغلا. الله يحييكم. قهوة تكفون. في البداية ارحب باسمي وباسم الشباب اخويانا المتسابقين باسم الإدارة واشكر اخوي سلمان. يعني اجتمعنا أنا وياه في البادرة هذه الطيبة وجميع الأخويانا المتسابقين وكذلك الإدارة فنقول الله يحييكم ودنا تعرفون بأسماءكم والله يحييكم جميع. الله يسلمكم. يا مرحبا. أول ما أمسي عليكم. الله يمسيكم. أمسي على المشاهدين بالخير. معكم أخوكم محمد عبد الله ابن الشهيد عبد الله بن سعيد الشهراني. ونعم ابن الشهيد. رحمة الله عليه. آمين. ابن الشهيد عبد الله سيد الشهران. ونعم عليك بزر. ونعم الله يحييك. أولا مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالنور. معكم داوي سيد مشبب الأحمري. ونعم. أخو الشهيد مشبب سيد الأحمري وابنه فيصل مشبب سيد الأحمري. ونعم الله يحييكم. الله يسلمكم إن شاء الله. أخوكم حسن مفرح الخالدي. ونعم. خال ولد الشهيد وائل سليمان. ونعم. أنا بحالكم يا هلا. يا مرحبا. حسين المالكي أخو الشهيد سليمان المالكي. ونعم. ونعم. الله يحييكم جميعا. الله يسلمكم إن شاء الله. الله يحييكم إن شاء الله. الله يسلمكم. الله يسلمكم. الله يحييكم. الله يسلمكم. والله العظيم إننا نستنى اللحظة اللي نلتقي فيكم فيها. من طيبك الله يا رب. الله يجزاكم خير ويبارك فيكم. والله إنه شرف لنا إننا نقابلكم. أي والله. اي والله ويعني والله انكم شرفتونا وشرفتوا القريه وشرفتوا الرياض كله لان اللي مثلكم والمثل الاشبال يعني ابناء اول شهيد والله انه يعني تاج على راسنا وشرف لنا احنا كلنا اللي بالقريه واللي اهل السعوديه كلهم يحتاج. اي والله الله يعطينا والله تزورنا في ذا المكان لفخرنا فيكم وايضا يعني ما نقول انها فرحه لكن يعني نقلوبنا مع أبناء هؤلاء الشهداء صلى الله عز وجل أن يرحمهم وأيضا اللي مرابطين وقلوبنا وكلنا معهم بالحال وبالمال وبالقلب يشهد الله
فالله يحييكم جميعا. بعض الشباب عندهم بعض المشاركات، يعني ترحيبا فيكم، فالله يحييكم ان شاء الله. معاذ عندك؟ والله ما عندي، والله ما عندي. يلا روح، ترى قبل كل شيء الوضع حبي. اي ابدا ابدا، دور رسميه ولي طاق، ولي طاق ذي فكه بعد. احمد ابد ابد معكم ناخذ علوم. الله يسعدك، الله يسعدك. راجع الحال، راجع الحال والله. يا مرحبا، كيف الحال؟ ما شاء الله تبارك الله. خليني بس اسلم على بعدين. الله لا يهينك، الله ما شاء الله تبارك الله. تحبوا هلا مرحبا يا عاد، نحييهم ما شاء الله. ان شاء الله بيت جار. سلام، ظافر شرف. هلا مرحبا، الله يبقيك. شلونكم؟ هلا يا محمد وهيبي، الله يستر. الله يسلمك، يا مرحبا. شلونكم؟ هلا رجال، كيف الحال؟ الله يخليك. اهلا يا مرحبا، يا هلا والله، يا هلا. زودوا لنا شباب، السلام عليكم. تشرفني نورتنا. يا ولد عرفت هذا؟ كيف حالك؟ طيب، نشد المعجبين فيك. ما شاء الله، مسك الله يعافيك. شو اخبار؟ الحمد لله طيب. تشرفنا ونورتنا، حياكم الله. وجودك الله يسعدك. كيف الحال؟ الله يبارك طيب. الله يحفظك ان شاء الله. سلم كامل. الله يحفظك. يلا انزل انزل يا هي. الله يبارك فيكم، الله يرضى عليكم. اولا مرحبا الف فيكم، وما انه الجو كذا حبي، فحاولت برحبكم بطريقه اهل جده، فتقبلوها يعني. نعم ونعم. الله يرضى عليكم. ما عليك زود، ما عليكم زود. أهلاً وسهلاً والسلام عليكم، تحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا 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 لا، تقبح الدنيا وفيها أنتم. طيب طيب، حياكم مرحبا إن شاء الله. الله يرضى عليك، الله يحييكم. ودنا نسمع منكم اللي يجي في الخاطر. تفضل. احس انه شاعر. شاعر وهذا احس انه راعي شيلات. انا والله راني منشد وانا شاعر. لا دور عندي شعر. انا دور عندي. الله يسعدك شباب، ما اظني تلقى عندنا شيء ذا شيلات ولا. طيب الشباب معاذ وحبيبنا راجح عندهم معاذ شيله طيبه. شاء الله يحييكم. متابعين البرنامج وانتم متابعينه ان شاء الله. متابعين تشرف. الله متابعين ان شاء الله. كلنا دول الصفوف العسكريه. والله ان يا وطن من تونا، والله ان ارواحنا لاجلك هديه. حل سعودي يدنا من قلت حنا، فزعة المحتاج واستار البنية. البنية لا دعا نشامنا ولا يمنا، تطبخ في روسنا عز وحمية وحمية. من طمع فينا لا والله ما تهنى، والله نبقي وهو روح عاشقية يا مود العلم. رد العلم عن للوطن لو نار دحيا ظلمنية المنية. أبشر أبشر بالنشامة يا وطننا، كلنا دول الصفوف العسكرية. والله إن يا وطن من تولنا، والله ان ارواحنا لاجلك هديه. يومها بالخيل والسيف المحنه، يومها بالطايره والمدفعيه مدفعيه. الدخيل العز شانه لازفنا، ما يهون ما يهون ما يهون بظلنا، والنار حيه نار حيه. يا وطن حبك سكن فينا ومن ورث من عهد الجدود الأولية الأولية. قالها راجح من هجوسه وغن، والفخر عنوان والدفع حمية حمية. أبشر أبشر
بالنشامة يا وطننا كلنا دونك صفوف العسكرية والله إن يا وطننا ما انت وهنا والله إن أرواحنا لأجلك هدية الله عليكم. هذا أقل شيء والله للشباب قدموها للي يعني وهم فخورين وكلنا فخورين بالشيء ذا للي وقفوا على الحد ويشهد الله عز وجل نحن بكل فخر وقلوبنا معاهم بكل شيء. ودنا نسمع بس من الأشبال شوف شو يقول لك الرجل بعض المشاركات إذا عندهم عندك مشاركة. فيصل تفضل يا فيصل. هذا فيصل هذا الشيخ فيصل. رأيك بالبرنامج يا فيصل؟ ها فيصل كيف البرنامج؟ تحية لفيصل. هاي فيصل. فيصل عرفت برنامج زد رصيدك؟ لا مستحيل. ها عنده شيء؟ تعرف ابو كاتم يا فيصل؟ تعرفه؟ والله ابو كاتم اشهر منه والله الناس تعرفه اكثر. لا طبعا الوضع الحين حبي واريحي. احنا الحين بناخذ راحتنا زين، نبي ناخذكم جوله بعد شوي إينا. على القريه على ما قال خليكم تشوفون المحلات تشوفون وين نقعد وين سولف على ما قال نبي نعيشكم معنا والله بعد شوي على ما قال احتمال الخيمه نبيكم تشاركون معنا ان شاء الله. لكن في انشوده ودنا تشاركون معنا ودنا الشباب يرددون منشوده معروفه وعن الوطن والوطن يستاهل ويعلم الله انه على ما قال اغلى شيء بعد الدين. يا دار لا انت ولا هاني راعي يا دار لا انت ولا هاني راعي لهاني الشعب انكرم وراية الدين لهاني الشعب انكرم وراية الدين. يا دار لا انت ولا هاني راعي يا دار لا انت ولا هاني راعي ولهاني الشعب نكرم وراية الدين لهاني الشعب نكرم وراية الدين. حب وكرامة دارنا اليوم نحميك حب وكرامة دارنا اليوم نحميك نحميك من اللي عمى شياطين نحميك من اللي عمى شياطين. يا دار لا انت ولا هاني راعي اسمع 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 لا انت ولا هاني راعي لهاني الشعب نكرم وراية الدين لهاني الشعب نكرم وراية الدين. طبعا كلنا نجمع اجماع انه مهما اعطينا الوطن ومهما اعطينا نظل مقصرين لكن الله يجملنا يا رب. اي والله طبعا وايل ابن اول شهيد في الحرب صلى الله عز وجل ان يسعده ان شاء الله وايل ويكون ان شاء الله يعني خلف طيب باذن الله راجح عنده ابيات طيبه. عندي الحين سويت لي بيتين شاعرنا ابو معيه شاعرنا يا رب. اول شيء راح فيكم كلكم وابن الشهيد هذا انا اعتقد انه فخر والله اني اعتبره وسام عز. يقول يا مرحبا يا ابن الشهيد يا مرحبا يا ابن البطل يا مرحبا يا ابن الشهيد يا مرحبا يا ابن البطل ابوك من دم الوريد دفع دمه قول وفعل وانا على جنبك عضيت في صعب ولا في سهل انتم تستاهلون. اي والله اي والله والله اني اعتبر هذا وسام مفخره اني يقول انا ولد الرجال الفلاني اللي وقف دون على ما قالوا مكه والمدينه. يمكن بعضكم طبعا الاشبال الموجودين معنا ابناء اول شهيد وطبعا اقسم الله انه شرف وايل وايل ايه ابناء اول شهيد بالحرب ايه بالحد الجنوبي ويعلم الله ما جبناهم ولا يعني كلمناهم الا اننا نبي الفخر ونبي الشرف ونبي حنا نفتخر قبل ما هم يفتخرون. اللي عنده كلمه ابو ريان عنده كلمه. طيب ارحب فيكم يا هلا والله فيكم ان شاء الله والله بوجودكم معنا اليوم. يمكن احنا ببرنامج زد رصيدك قاعدين نقدم اشياء نامل من الله انها تكون في موازين حسناتنا هذا اولا ونحاول نجيب شيء جديد. انتم اللي جيتوا فيه اليوم حاجه تشرف وطن حاجه تشرفنا احنا اولا بوجودكم معنا. الامانه انتم درس لنا كلنا الصغار يمكن تكبرون بكره وهذا الوسام وهذا الشرف بيقعد معاكم الين ما الله ما مد في عمركم والله اعطاكم. اسال الله العلي العظيم لنا
وللكل باذن الله تعالى ان الله يجمل اعمالنا وان الله يختمنا بهذه الدنيا على خير. هذه الخاتمه الحسنه وهذه الخاتمه اللي الواحد يحافظ على يحمي دينه وتراب وطنه. انا اقول الله يوفقهم والله معوضين باذن الله بخير. وعزانا في عزاء دوله مو بعزاء اشخاص بس، عزانا عزاء دوله وانتم مفخره. الله يخليك. على جزاك الله خير. حد عنده يا شباب؟ عبد الله الجميري. اول شيء الله يحييكم ومرحبا الف بين اخوانكم وربعكم. وانا اقول شهيدنا مو بشهيدكم بس، شهيدنا احنا، هو ابونا، هو اخونا، هو قطعه دمنا. فاسال الله ان يرحمه ويتقبله من الشهداء يا رب العالمين. واسال الله ان يحمي بلادنا من الاشرار وكيد الفجار ان شاء الله. اللهم ابو حامد جزاك خير ان شاء الله. اول شيء الله يحييكم. الله والله ينصرنا ان شاء الله على الحد الجنوبي بيعلي رايه الدين. طبعا مهما قلنا ومهما سوينا ما راح نوفي لحق الوطن. الوطن غالي، ومهما يعني قدمنا سواء في المجال الانشادي او ترفيهي او من ناحيه الوطن ما راح نوفي حقه. ولو احتاجني الوطن انا والشباب احنا اول من يتواجد والله في حد. اي والله. ابو مبارك انا اقول للشباب الاشبال هذول، اقول ابوكم بطل وانتم عيال ابطال. تدرون ابوكم دافع عني وعن الشباب كلهم وعن كل مسلم دافع ابوكم. عشان كذا انت ولد بطل، ارفع راسك قل انا واد البطل. الله يتقبلهم ويجمعنا فيهم في جنات النعيم. الله يجزاه خير ان شاء الله ويحييك والاجر. خل نفرجهم على تفضل. يلا تختلف ابو فهد رئيس البلديه. ما اقدر كذا كذا رئيس البلديه. الشباب كلهم وفوا، لكن انا ابي هالابطال هذول يقطعون لنا الكيكه عشان تكمل الفرح. عشان تقطعون كيكه. سلام شبكيس. خلنا طبعا هذه كيكة اللوتس من ركن القصيم، ما قصروا ابدا. طيب ابو ضيوف حبايبنا، في شهود عند محمد وهيبي. روحي وهيبي قبل ما نمشي. يلا اسمع التخيط. عاش وهيبي. حفظت الفلك والامواج تضارب، فكف السوء عنها كلما قارب. وديعتك السعوديه واهلها يا رب، وديعتك السعودية وأهلها يا رب. جزاكم الله خير. احنا ما سلمنا عليهم واللي ما عبد الله جميري. مرحبا الله. الله يسلمك. صوتي وين؟ مرحبا يا بطل. السلام عليكم. الله يحييك. مرحبا. يا هلا والله وسهلا. الله يحييكم. ما شاء الله شيخ مالك ابو قاسم. وتاكل الله يحييك. وشكرا مالك ابو قاسم فرم. ترحيب المسني بزك. لا لا يقول لك كرم يبارك. انا قطع بطل واحد. يا واحد قطعني ولا طيب. بارك فيك. الله يسلمك. طيب الله يسلمك. سلام يا بلادي سلام، يرضى النبوة والعطاء والسلام. يرضى وهبها الله مقام وهيبة، دستورها المصحف وقانونها. يا لا 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 لا، دستورها المصحف وقانونها. وانتي على صدر النشامى وسام، وانتي لنا يا دار دخوسنا. تبقى لنا يرضى الحرم وارض طيبة بطيب ومهدورة. يا لا 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 لا، دستورها المصحف وقانونها. هذا ابوهم قول شيء. ابغاك تزيني من قول شيء ترى. الله
الله يحفظك. تفضل معنا. تفضل تفضل. الله يحييكم. انتم تشاهدون اليوم. ما لا ما يتابعون. عليه قناه طبعا على قناه هو عليه قناه. لا 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 طبعا خلطة الجنوب هذه المكان برست نايت مخبز التميس هذا المركز حق الشباب معلش مركز التخيل للعود الله يسلمك فيصل تعرف ابو كاتم باركم طيبين الله يهينكم تعرف ابو كاتم اللي يمشي مع عصا دول ما حد خوف هذه واضحه كلنا ما نحبه ما يحب ابو كاتم من يحبه الضبع صبر معنا والله ضبع ابو شويه هذا شيخ المندي هذا مكان هذا مكان نعم الوجبات طيبة هذا الماي ايش رايك يا وائل القريب ها حبيبي على الهنجر وتعيش معنا هنا ها ولا تبي ترجع بسم الله هلا 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 ما شاء الله فيصل رجعت تخيل العود تفضل معنا طيب جاهزين جاهزين هلا ان شاء الله تفضل لا 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 انا هذا وسط وسطي الان هو وسطي الان تفضل ما تعود خلاص شلون تخيل العود احد الرعاة شلون التعود وسط تمشي اي شبي وسط ما قصروا يبخرون الناس كيف يبخرون الشباب ندخل الشحنات بعد ثاني اوكي جرح كذا الكلام ما هو عطوه اللي يبي فيصل هو الواضح يحب باقي فارس انا شاعر اقول لك كلمه انت ابوه اقول لك كلمه خالف انت كبير اقول لك كلمه خالف ايوه من زمان بابا ابو الوضع واضح ابنيها وصلت لا معاه هذا الوضع ضبط وضعك مع الرجال ايش الوضع معاه انا اللي باكل زغدك انا اللي واكله ناكل زغدك خلينا نطلع عنه وش بيك؟ ها؟ وش بيك؟ هات خليني اطلع اسنانك شفتوا يقول اذا كان معكم بالمقلوب انا سمعته ايه ترجمه اسمع فيصل اسمع اجيب عيديكم فيصل من اللي ما هم عجبكم منهم سلمت الله والله الدنيا ما في شيء من اللي ما تحبه من اللي تحبه ايش باب كاتب هذه هديه لا تعطوا بناتي مام زاد تفضلوا معنا افتح عيونك خير الطشه لا صديقي لا والله قول اسمع قول اصلك بوكس لا الحين مس تعطى بعد الحين فمك ياكل لا صديقي ما قل له بيع عن وجهك تفضل نحب عليك بيع عن وجهك انت ما عنده لعب ما زال ابو نعطيهم صوره سلمان ترجع من هنا اسمع عشان يصورونكم ترجع من هنا ايوه هذا نشيل الزعيم هذا طب صفونا عشان والله ان راحنا على اجلك
عن سعوديين لأمن قلت حنا فزعت المحتاج واستار البنية هالبنية لا دعانا شامنا ولا يمنا تطبخ في رؤسنا عز وحمية وحمية أبشر أبشر بالنشامة يا وطننا كلنا دونك صفوف العسكرية يا وطن انت وانا والله ان ارواحنا مدينة كبيرة امدي عليه احنا يقول ما تبغاني معنا معنا يلا يلا هو معنا معنا يلا شوف شوف الموجود تفضل معنا شيخ العسل شوف شوف جنبنا شوف جنبنا طيب هنا هنا يلا ابشر هذا من الأقدام. السلام عليكم. الله يحييك. هذا محل أقدامي طبعاً يعالج عن طريق الأقدام ومساج وعندهم عدة أشياء مساج ولياقة. يعرف وش المشكلة اللي فيك مثلاً قولون لا قدر الله أو مثلاً كبد أو كذا عن طريق الرجلين يضغط بالرجلين بول الصابع يعرف وش المشكلة اللي فيك. هذا العلم صيني. الله يسعدكم يا رب. السلام. هذا علم صيني يعتمد على تدليك الأقدام. يدرك القدم ويعرف المشاكل اللي في الجسم كلها وان شاء الله بيحلها هذه الفكره اللي عندنا الله يسعدك الله يعطيك العافيه في حد بيجرب ان شاء الله يا رب تجرب ها الله عادي عادي بيجربون اثنين عادي ما عندنا شيء تعال تعال اثنين اثنين يجربون عابد عادي طق طيب هذا في حد جرب شو من هذا ولا واحد هو لا 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 انا اشرب حب 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 يا ابو حميد بجيب لك فروه اجيب لك فروه بردان جيت شيء لا تسرق بطل بطل معنا الاخر الليل كان سعد قاعد معك والله انها مشكله لا 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 امسك يا حبيبي اعطينا شود الحين بعد شوي يعني بيموت ان شاء الله كذا ابشر حبيبي نلعب ونستانس ونضحك نعرف ثاني وايد بالعرضه والقفعي وكل شيء ننبسط لا لا دام انه متعشى بخيم خلاص لا 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 احسن واحد طيب اين هي الحديقه الغايبه؟ لا ما راح اروح بس بكره نقسم ونرجع الحديقه الغايبه يتعشوا هذا شيخ فاهم فيها في جوه الاداره ابو كاتب اي بالاداره ها والله اذا حضر ما بطل التيمم ابو كاتب تعرفوه اللي مخصص تعال يا خالد تعال سلمان كذا ما تعرفوه ابو كاتب بنروح له وياك غرفته اوكي اذا لقيت حصلنا موجود بالغرفه انتظر نكتب طبعا ابو كاتب هنا حلوه قصيم وهنا ذكر خل بنروح بنروح بس عشان مجهز يكون خدمته عشان يلا بسم الله ممكن نعم. صوين اللي يقولون وين فيصل؟ فيصل يا ايش رايك نروح هناك نتعشى؟ يلا بسم الله. لا 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 انا وياكم سوا سوا. طيب هنا 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 يلا كيف دقيقة كيف يلا. بابا بابا لا 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 حط رصابة خلنا كلها خلاص لا 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 اصبعك لا لا اصبعك يلا خوكم خوك يلا 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 خلينا نشوف طعم العسل انا عمر لا لا عند ابو مامون عشاهم عشاهم جاهز عشاهم جاهز اوه من ايش طب دقيقه دقيقه خليني اسويها اسويها حبيبي ابى اسويها بسويها خليك يا ابو خير انا مش عارف والله العظيم امسك